نتجه الآن إلى سريلانكا لنستمع إلى تلاوة المتسابقة أيمن شما بنت محمد صبور، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أيمن شما بنت محمد صبور، أنا من سريلانكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. المتسابقة أيمن شما بنت محمد صبور من سريلانكا، تعليقكم شيخنا الكريم. بارك الله فيك يا ابنتي، الله يرضى عليك ويسعدك، ما شاء الله أنت من سريلانكا، لغتك الأصلية ليست اللغة العربية وتقرأين القرآن. بقي عليك أن تنتبهي، سألخص لك ملاحظاتك في موضوعين. الموضوع الأول هو الذي ذكرته للأخ أحمد أنور حافظ من مصر، الغنة في غير الميم والنون، تلاوتك مليانة مليانة غنات. الشيطاني، الشي سمعنا، الشي ما بيصح، الشي شي 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 يا صافية. بسم الله بسم لام الرحيم الرحيم، هذه مغنونة، حي هذه يا صافية، شي كتير. وملائكته وكتبه، أنت عم تقولي وملائكته وكتبه، عم تضغطي على أنفك عند الهاءة المكسورة هذه. إذن الغنة في غير الميم والنون، هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، لا تختمي المدود الطبيعية بهمزة، وارحمنا نا، ولا تقولي وارحمنا، انتبهتي ما في همزة. أخطأنا، ولا تقولي أخطأنا. نعم، هاتين الملاحظتين تدربي عليهما جدا، وإن شاء الله تلاوتك ممتاز. شكرا لك شيخنا الكريم. شكرا لك يا أختي أيمن شما بنت محمد صبور من سريلانكا.